ارتفاع على درجات الحرارة وطقس بارد نسبيا وغائم جزئيا في معظم المناطق وفرص لزخات متفرقة من المطر وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن يتحرك المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال الأيام الماضية باتجاه الشرق ليصبح هنالك ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من ذلك تبقى أقل من معدلاتها من 4 إلى 6 درجات مئوية كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة. الأجواء خلال ساعات النهار من يوم الغد باردة نسبيا في معظم المناطق، والأجواء باردة في ساعات الليل أيضا في معظم المناطق تحديدا مع ليلة الثلاثاء على الأربعاء. في هذه الليلة والأجواء في العاصمة عمان درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مع وجود ضباب خفيف وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة كما نشاهد هنالك بعض الفرص لزخات من الأمطار أيضا على باقي مناطق المملكة خلال ساعات النهار من يوم الغد، وبما في ذلك العاصمة عمان 13 نهارا إلى 6 درجات ليلا، ارتفاع يوم الأربعاء أيضا لتصل إلى 16 نهارا مع غيوم متفرقة و11 درجة ليلا. أجواء غائمة جزئيا وغائمة بشكل عام في العاصمة عمان يوم الخميس لتصل إلى 19 درجة مئوية نهارا و12 درجة في ساعات الليل. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، فرص الأمطار من 17 إلى 11 درجة مئوية، كذلك الأمر في المفرق 15 إلى 9، جرش 16 إلى 9، وعجلون من 15 إلى 9 درجات مئوية مع فرص للأمطار. عمان من 13 إلى 6، زرقاء 16 إلى 8 مع فرص أمطار، وبلقاء كذلك الأمر 14 إلى 8، مادبا غائم جزئيا 13 إلى 6، وفي البحر الميت أجواء غائمة جزئيا من 23 إلى 15 درجة مئوية. في الكرك 13 إلى 8 درجات، في الطفيل 12 إلى 7 درجات، في معان 14 إلى 7، في جبال الشرات 9 إلى 5 درجات، وفي العقبة من 23 إلى 17 درجة مئوية. في رويشد 19 إلى 7، في الصفاوي 17 إلى 8، أجواء مقبرة في الأزرق من 18 إلى 9 درجات. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.